قربت الاختبارات، الطلاب اللي يدرسون إذا ما فهمت أي فقرة أو سؤال في أي كتاب تدرسه، جبت لكم تطبيق بعشر ثواني يجيب لك اللي يشرح لك. هذه الكتب لغتي، رياضيات، فنية، علوم، خذ أي كتاب تبي. الله أخذنا رياضيات، افتح على أي صفحة تحتاجها، والله ما هذه صفحة 103 ما فهمت هذه الفقرة، أوجد حجم المكعب المجاور. بكل بساطة افتح التطبيق، قدامك كل كتبك، اختار الرياضيات واكتب رقم الصفحة مباشرة، تطلع لك نفس الفقرة، اختر نفس الفقرة، يطلع لك سبعة يشرحون، اختر اي واحد منهم. شوف المثال الان، اوجد حجم المكعب المجاور. واو، كيف الطريقة مثل ما قلنا؟ اي شرح تحتاجه تلقاه، وكل المراحل موجودة، ابتدائي ومتوسط وثانوي. اسم التطبيق سهل، والله يوفقكم.